بدأت تركيا عمليات الترحيل لأكثر من 1200 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأجانب المعتقلين لديها إلى أوطانهم في أوروبا. ولم يحدد التهديد التركي دولا بعينها، إلا أن المعتقلين من الدواعش الأجانب ينتمون إلى أكثر من 70 دولة، خمسهم من الأوروبيين. وتقول أنقرة إنه يوجد 1200 من الدواعش في المعتقلات التركية، بالإضافة إلى 270 آخرين تقول إنها ستضيفهم إلى حساباتها بعد أن قامت باعتقالهم مؤخرا خلال عدوانها على شمال سوريا.